طيب اكيد في، احنا بس احنا محتاجين نعرفه يعني يعني. انا هشرح لك ايه احنا اشتغلنا ازاي. احنا ما جالناش طبعا تصريح ان احنا ندخل جوه السجون دي ونتكلم مع المساجين مباشره. احنا كنا بنتكلم معاهم بالتليفون، يعني طبعا كتير من المساجين بيكون معاهم تليفون، على الاقل تليفون واحد في الاوضه، وبعد كده كذا واحد من المساجين بيتكلم معانا، وفي نفس الوقت كنا بنتكلم مع اهاليهم اللي بره السجن. هم لما كانوا بيصوروا بتليفوناتهم فيديوهات اثناء الاحداث كانوا بيطلعوها مع الزياره اللي جايه لهم، وانا بعد كده بره اقابل الزياره دي اللي هو مثلا اخو المسجون ام المسجون، اخد منها الفيديوهات دي. في نفس الوقت طبعا اهالي الشهداء كنا بنمشي معاهم في الاجراءات القانونيه، ونشوف معاهم تقرير الوفاه مكتوب فيه ايه، لو كان في تقرير طب شرعي مكتوب فيه ايه، ونقدم معاهم بلاغات. طبعا زي ما قلت لك احنا عندنا برضو التحقيقات اللي عملتها النيابه، اللي هي المفروض قعدت مباشره مع بعض المساجين، وشفنا كل الاسئله والاجوبه اللي ادوها المساجين. حاولنا الصراحه ان احنا نلاقي اي حد داخل وزاره الداخليه، سواء من الضباط اللي كانوا موجودين في السجون وقتها، او من المسؤولين في وزاره الداخليه او في مصلحه السجون، ان هو يتعاون معانا علشان نعرف. طبعا في البدايه كنا مهتمين بحاجه واحده بس، ان احنا نوقف المجزره، يعني احنا جالنا المعلومات دي وهي بتحصل، فكنا بنتصل بمصلحه السجون نقول لهم في دلوقتي مساجين عمالين يتقتلوا، اعملوا حاجه، لازم توقفوا ده بيحصل ليه؟ في مساجين دلوقتي جعانه مش لاقيه تشرب مش لاقيه تاكل، لازم تقدموا لهم اكل. ما كناش لاقيين اي رد فعل ايجابي من اي جهه رسميه او من اي ضابط داخل السجن. وللاسف طبعا دكتوره منال عندها خبره مختلفه شويه عن خبرتنا، لكن يمكن علشان احنا منظمه حقوق انسان فبرضو ممكن يكونوا الضباط بيقلقوا شويه طبعا. فما لقيناش اي استجابه، سواء من الجهات الرسميه اللي كنا بنكلمهم في التليفون وبنبعت لهم جوابات رسميه وبنبعت لهم شكوات رسميه وبنبعت بلاغات، ما كانش في اي رد فعل. البلاغات دي كانت بتتقدم وبتاخد رقم وبس، بعد كده ما بيجيناش اي رد فعل. الرد الفعل الوحيد اللي جالنا بعد ما جمعنا كل المعلومات دي في تقرير، وعملنا من التقرير ده فيديو، وجبنا شهود عيان، وجبنا شهود من الاهالي وسجلنا معاهم، وجبنا اجزاء من الفيديوهات اللي كانت معانا اللي متسجله داخل السجن وعرضناها على الفيديو ده، بعد ما طلعنا الحاجات دي وعلى التلفزيون، لقينا وزاره الداخليه بتتصل بينا وبتقول لنا الوزير مهتم شخصيا بالقضيه دي، وهو امر بفتح تحقيق في الاحداث. ده اليومين دول يعني ده في شهر عسوي ولا منصور عسوي؟ ده في شهر 8. طبعا هم افتكروا يفتحوا تحقيق بعد الاحداث ب7 شهور، لكن مش بس كده طبعا. احنا يعني مشكور اللي هو منصور عيسوي ان هو فتح تحقيق، بس اولا هو ما قالش الموضوع ده في اي تصريح رسمي، ولا سمعنا من وقتها التحقيقات الداخليه دي وصلت لايه. وطبعا احنا مش مقتنعين ان ممكن وزاره الداخليه هي اللي تحقق في جريمه المتهم الرئيسي مش فيها وزاره الداخليه. لا يجوز طبعا. دكتور منال انا احب ادوري على حاجه هتطلعي حاجه. لا انا كان في حاجه كنت هقول عليها. لا طب اتفضلي. لا انا بس تكمله الكلام الاستاذه ماجده بطرس. انا بس بحب اسجل شكري الى مجموعه ضباط ضد الفساد والائتلاف العام لضباط الشرطه الاحرار وهيئه قياده الثوره. تمام. التلات مجموعات دول يعني ليهم مجهود كبير قوي معانا في مساعدتنا وفي كل حاجه، وانا بسجل لهم الشكر. اكيد في مجموعه لأن من الشرفاء، في مجموعه ضباط يعني شرطه شرفاء يعني ممتازين، مش خايفين على نفسهم دول؟ ربنا يبارك فيهم وربنا يحفظهم. هل الناس دي مؤمنه؟ يعني هل في اي اجراءات لتامينهم؟ ربنا الحافظ طبعا ربنا طبعا يحفظهم. يعني اكيد احنا ثقتنا في ربنا كبيره بس طب حتى شهود الاثبات اللي كانوا موجودين في الدايره القريبه للواء بطران وقت ما كان في السجن، هل الناس دي مؤمنه اللي هيشهدوا؟ ان شاء الله. اللي هيبقوا شهود اثبات يعني؟ ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله مش هيسيبوا لنا معلومات خايف عليهم؟ لا معلش ان شاء الله. تمام. لا يعني رب طبعا ربنا يحميهم لان هم املنا. انا عايزه جمله ختاميه ارجوكي دكتور منال وطبعا بعد كده استاذه ماجده، على هيك شايفه يعني بعد المؤتمر الصحفي، بعتقد ان كلنا متفائلين او عندنا امل انه فعليا يتم فتح التحقيقات بشكل حقيقي، وانه يبقى فيه اثباتات حقيقيه والمدان يعاقب. فحضرتك يعني بعد امبارح هل حاسه ان في تغير بعد امبارح والمؤتمر قصدي يعني؟ حضرتك شايفه هو انا في مسار القضيه؟ انا مش عايزه اقول لحضرتك، انا شايفه ان جميع وكالات الصحف والانباء والجميع القنوات الفضائيه كله مهتم بالموضوع طبعا. وانا حتى لما بمشي في الشارع، شوفي لما امشي في الشارع، لما اروح كارفور الاقي الناس تسلم عليا، دكتوره القضيه اللي هو البطران مش قضيتك انت لوحدك، دي قضيه مصر كلها. واللي يسلم عليا يا دكتوره القضيه اللي هو البطران دي قضيه ال 80 مليون مصري. انا حتى لما بروح مدرسه ولادي
الاقي مثلا في احتفال او في اي حاجه بروح مدرسه الولاد الاقي اولياء الامور اللي يسلم علي اي دكتور انا المستشار فلان الفلاني لو حضرتك عايز اي حاجه انا فلان انا فلان واللي ازواج ضباط وكذا يعني صراحه يعني انا لاقيه كل التاييد من كل الناس تمام يعني الواء بطران شهيد فعلا ومقولش غير ربنا يظهر يعني. الحق وما بيضيعش حق ورا مطالب صحيح ربنا يقويك يعني ان شاء الله استاذة ماجدة ختاما عايزة جملة ختامية تحبي تختمي بيها انا يعني انا بس عايزة ألم الموضوع في صورة ان احنا دلوقتي عندنا جريمة ارتكبها ضباط من وزارة الداخلية وكان مسؤول عنها وزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون بصفتهم بعد كده في نفس الوقت اللي كان بتحصل الجريمة دي كان عندنا إعلام بيضلل المعلومات زي ما الدكتورة منال قالت كان في معلومات مغلوطة بتطلع عن مين أصلا كان اللي هو البطران أو هو استشهد فين كان طبعا في برضو معلومات مغلوطة في الإعلام عن قتل السجناء وإن دول كانوا بيحاولوا الهروب وعندنا كذا حادثة موثقة أنا كان بيجيلي المعلومات من المساجين مباشرة وقت ما هي بتحصل وطبعا اليوم اللي بعده أقرا التصريح بتاع وزارة الداخلية ملوش دعوة باللي بيحصل داخل السجن طبعا فإحنا عندنا جريمة ارتكبتها مؤسسة في الدولة وزارة الداخلية عندنا الإعلام بيخبي وبيغطي على الجريمة دي وفي نفس الوقت الجهة المسؤولة عن التحقيق وعن مساءلة المسؤولين اللي هي النيابة العامة يعني بتتباطأ وتتراخي في التحقيق لدرجة التواطؤ فإحنا عندنا جهات يعني الجهات الرسمية كلها متواطئة في الجريمة دي وبيخبوا يعني. على بعض وإحنا طبعا علشان كده عايزين نكمل نعمل الضغط من الإعلام والضغط من الأهالي أهالي السجنة وأهالي وطبعا الدكتورة منال وغيرها علشان كل المؤسسات دي تبتدي تشتغل فعلا وتبتدي تطهر في نفسها علشان نوصل لأهداف اللي احنا عملنا ليها الصوت بجد ربنا معاكو ودكتور منال ربنا يقويكي وبعتقد زي ما حضرتك بتقابلي الناس بعتقد احنا كمان بنقول على لسان الناس اللي ما قابلتيهمش احنا كلنا اكيد معاكي وكلنا في انتظار تحقيقات حقيقية وان شاء الله الحق هيبان واتمنى يا رب قريبا باذن الله اخد عزاء اخويا ان شاء الله. دكتور منال بطران اخت اللواء الشهيد محمد البطران شكرا جزيلا على وجودك معانا استاذه ماجده بطرس باحثه بالمبادره المصريه للحقوق الشخصيه شكرا جزيلا وبالتوفيق في شغلك ان شاء الله لسه مكملين نهارك سعيد بعد الفاصل خليكم معانا